بقوله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. يحكى أن أحد الأولياء الصالحين سئل مرة عن سبب توبته فقال: كنت شرطيا وكنت منهمكا على شرب الخمر، ثم إني تزوجت بجارية فأنجبت لي بنتا فألفتني وألفتها، وكانت هذه البنت كلما رأتني أضع المسكر جاءت إلي وجاذبتني إياه حتى أهرقته على ثوبي، فلما دبت على الأرض ازدادت حبا في قلبي، ولما تم لها سنتان ماتت فأكمدني الحزن عليها. ولما كانت ليلة النصف من شعبان وكانت ليلة جمعة بت ثملا من الخمر فلم أصلي صلاة العشاء، فنمت فرأيت في المنام وكأن أهل القبور قد خرجوا وحشر الخلائق وأنا معهم، فأحسست بشيء من ورائي فانتبهت، فإذا أنا بتنين أعظم ما يكون، ثعبان أسود أزرق قد فتح فاه مسرعا نحوي، فوليت هاربا فزعا مرعوبا، فمررت بطريقي على شيخ نقي الثياب طيب الرائحة فسلمت عليه، فرد علي السلام، فقلت: يا شيخ أجرني وأغثني من هذا التنين الذي في طلبي. فقال الشيخ: أنا ضعيف لا قدرة لي عليه، ولكن مر وأسرع فلعل الله يسبب لك ما ينجيك من عدوك. قال: فأسرعت والتنين في طلبي يلاحقني، فصعدت على شرف من شرف القيامة ونظرت في طبقات النيران وكدت أهوي فيها من فزعي من التنين الذي في طلبي، فصاح بي صائح: ارجع فلست من أهلها. فاطمأننت ورجعت، ورجع التنين في طلبي، فمررت على ذاك الشيخ النقي الثياب الطيب الرائحة الذي مررت به في طريقي، فقلت له: يا شيخ سألتك أن تدلني عما ينجيني فلم تفعل. قال: فبكى الشيخ وقال: أنا ضعيف لا قدرة لي عليه، ولكن سر إلى هذا الجبل فإن فيه للمسلمين ودائع، فإن كان لك فيه وديعة فستنصرك. قال: فنظرت إلى جبل مستدير فيه كوى مخرقة وستور معلقة، فسرت إليه والتنين في طلبي يلاحقني، فلما اقتربت من الجبل صاح بعض الملائكة: ارفعوا الستور وافتحوا المصاريع وأشرفوا، فلعل لهذا البائس فيكم وديعة تنجيه من عدوه. قال: فرفعت الستور وفتحت المصاريع، وأشرف علي أطفال بوجوه كالأقمار، وتحيرت في أمري وقد قرب التنين مني، فصاح بعض الأطفال: ويحكم أشرفوا كلكم فلقد قرب منه. قال: فصاروا يشرفون علي فوجا بعد فوج حتى ظهرت ابنتي التي ماتت، فلما رأتني بكت وقالت: أبي والله، ثم قفزت إلي في قوة من نور كرمية السهم حتى مثلت بين يدي، فمدت يدها اليمنى إلى التنين فولى هاربا، ومدت يدها اليسرى إلي فتعلقت بها وأجلستها في حجري، فقالت لي: يا أبت ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقلت لها: يا ابنتي أتعرفون القرآن؟ قالت: نحن أعلم به منكم. قال: إذن حدثيني عن هذا التنين الذي أراد هلاكي. قالت: هو عملك السوء أقويته فتقوى حتى أراد أن يغرقك في النار. قال: حدثيني عن الشيخ النقي الثياب الطيب الرائحة الذي مررت به في طريقي.
قالت هو عملك الصالح أضعفته حتى ضعف فلم يعد له طاقة على عملك السوء. قال وماذا تنتظرون أنتم هنا؟ قالت نحن ودائع المسلمين ننتظركم تقدمون علينا يوم القيامة فنشفع فيكم. قال انتبهت من نومي تركت ما كنت عليه تبت إلى الله تعالى وهذا سبب توبتي. نسأل الله تبارك وتعالى أن يختم لنا بالصالحات وأن يتوفانا على كامل الإيمان. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.